NASA a fait. نرحب فيك أكيد مدرب الرقص جوزيف سلوم والراقصات الصبايا معك خبرنا يعني مثل ما وعدتنا بالبداية في جو حماسي وغير عن العادة فلاش موب قدمتوا لنا صحيح. خبرنا أكثر بالتفاصيل شو هو الفلاش موب بالبداية بقول لكم صباح الخير وصباح الرقص ولكن اليوم انضمت لي جوال تشانزي فيرا وماري جوزيه اهلا وسهلا فيك. الفلاش موب مثل ما شفتوها هي فكرة الرقص بتقوم على عدة أشخاص بيجوا بطريقة مفاجئة غير منتظر إنه رح يجوا هن يرقصوا وبلشوا يقدموا هيدي الرقصة، فيها تكون الرقصة منوعة نعم بتشمل عدة أنواع رقص، عدة أغاني بنعمل لهم ميكس أو فيوجن، وفيها تكون كمان هدول الأشخاص بيكونوا موجودين مثل ما شفنا اليوم باستديو موزعين كل شخص بمهام معينة عم بيعمل صحيح وقت تبلش الموسيقى بيجوا بطريقة تبدو عشوائية وغير منظمة ولكنها بالفعل بتكون مدروسة ومخطط لها ولكن هدفها هو مفاجأة الجماهير صحيح. وعادة الفلاش موب بتكون يعني تقدم بالساحات العامة والأماكن العامة شو هدفها؟ هل هو هدفها فني فقط أم بيكون عندها أهداف أخرى؟ هي هدفها أول شيء تجميع أكثر عدد ممكن من الأشخاص يعني وقت انا اكون عم اقدم العرض مثلا بمول معين نعم. او بالمطار او بعرس معين هلا بالاعراس اكيد رح يكونوا اصلا موجودين المعازيم بس نعم. تكون بالساحات العامه الهدف منها هي تجميع اكثر عدد ممكن من الاشخاص اللي يجوا يحضروا هذا العرض اكيد بنعرف نحن قد ايه مهم الرقص يلي هو بيعطي فرح وسعاده للناس يلي عم تحضر وللاشخاص اللي عم بيرقصوا، فهذا الهدف منه وهي بلشت فكره الفلاش موب سنه 2003 بمانهاتن. اول عرض انعمل ما كان له كثير رواج، هيك الناس كثير تفاجئت، بعدين وقت انعمل بديبارتمنت ستور ساعتها هيك كان له او مجمع تجاري نعم. لانه غالبا الناس بتتفاعل معه، برايك شو سر تفاعل الناس مع الفلاش موب؟ هي المفاجأة. المفاجأة اللي المفاجأة. ما حبينا نعلن عنها بالاول نعم. وقتها تكون حيالله واحد بحب يعطي مفاجأة للثاني ما بقول له عنها يمكن ساعتها هو المرة الجاية بتفاجئنا اكثر ان شاء الله. طيب هل من الممكن ان تكون غير رقص؟ يعني ممكن يكون يتخللها عزف غنى؟ هي انعملت للرقص بس اكيد اللي بيكون المدرب او الموجه في يستفيد من عده عناصر يعني يمكن بقلب فكره الفلاش موب يفوت موسيقيه حتى فيها تكون فكره ضمن اذا حابين طبعا اي نوع رقص هذا اللي بالمطلق لانه شاهدنا مثلا في لبنان في المطار يعني اكثر يمكن ربما فلاش موب اشتهر هو لرقصه الدبكه. بدي اسالك جوزيف لو سمحت عن التحضير لفلاش موب قديش بياخذ وقت خاصه انه شفنا عم بتملوا يعني المكان بطريقه كبيره ويعني قد بيتطلب مجهود صحيح هون بيتطلب مجهود اكثر من نكون عم نقدم حيالله نوع رقص ثاني وانا بفسر خطوات مثل ما الفقرات السابقه، هون رح نكتفي بس بعرض الفكره لانه رح نرجع نعيد الرقصه بالاخر، اكيد جينا نحن تمرنا وزعنا الدانسرز مع الاكيب مشكور كيف بدنا نمشي بطريقه تدريجيه لانه استعملناها بهيدي الفكره يعني احنا استفدنا بالديكور نعم. الجديد بكل كورنر وزعنا الصبايا، فيها تكون بطريقه ثانيه انه نفوت كلنا او يفوت اول شيء شخص واحد يبلش بعدين ينضم رح نشوف منها هلا ايضا للاستفاده اكثر واكثر من وجودك معنا مدرب الرقص جوزيف سلوم كل الشكر لك وللصبايا ايضا تفضلوا ونترك المشاهدين يستمتعوا بالرقصه مره ثانيه شكرا لكم We'll be right back.
شكرا من جديد لك مدرب الرقص جوزيف سلوم، شكرا لاغنائنا واطفاء هذا الجو الحماسي على الاستديو. عوده اليك راويه. شكرا لك وعد. اذا